هلو يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهارده فلوج 125. النهارده السبت وبكره الحد ان شاء الله اول يوم دراسه، والمره دي اول يوم الدراسه مختلف عن السنتين اللي فاتوا، لان المره دي فهد رايح مدرسه جديده. زي ما انتم عارفين انا نقلت مدرسه جديده، فكل حاجه جديده بقى، يونيفورم جديد، مدرسه جديده، فايب جديده، كل حاجه. فام سوبر اكسايتد، وان شاء الله تكون المدرسه دي احسن لي كتير عن المدرسة اللي كانت قبل كده. المفروض ان انا نازلة دلوقتي انا ومحمد عشان ننزل نشتري شوية طلبات للبيت من السوبر ماركت وكده، عشان بقى المدرسة واللانش بوكس والعصير والحاجات الحلوة دي كلها. فيلا اجهزوا معايا، او خليني اجهز انا معاكم بسرعة، نحط اي حاجة كده على وشنا نفوقه شوية. طبعا ديدي عمالة تعيط برا، ثواني. ايه تعالي، احنا عاملين دوشة ليه؟ بشعرنا المش متسرح ده، احنا عاملين دوشة ليه؟ سي هاي. هاي. عاملين دوشة ليه احنا؟ احنا عاملين دوشة ليه؟ دي حاجتي. وات؟ عاملين دوشة. بصوا ديالة لازقه فيا بطريقه مش طبيعيه، زي ما يكون من بعد كمان ما رجعت من السفر حاساها خايفه ان انا امشي تاني او اسافر تاني، فبقت لازقه بزياده. مفيش حاجه بتعرف تلهيها حرفيا. عايزه ايه؟ لا ده نو، البلو ده نو. ممكن اجهز ايه؟ ممكن تقعدي هنا كده، انا اجهز. ممكن احط كده شويه ميك اب سريع، حاجه كده تفوق وشنا عشان ننزل. بصراحة انا مشوار السوبر ماركت ده من الحاجات التقيلة جدا على قلبي، يعني انا مش بيك فان لمشوار السوبر ماركت ده خالص. انا عارفة ان في ستات كتير بتحبه، بس انا نوم. لا دي حاجتي، مش هينفع. عايزة تشد الميك اب بتاعي. اب ايه بقى؟ الثانية دي استني، مش طبيعية حرفيا. مش عارفة اخلع منها كده شوية تنت. انا مش عارفة اصلا انتوا شايفيني ولا لا، خليني اعمل زوم. اعتقد ان كده الطف. ديالة دلوقتي في مرحلة صعبة جدا، المرحلة بتاعت ارمي نفسي في الارض، اصوت، اصرخ، مش فارق لها حد، بتمسك كل حاجة ترميها حرفيا كل حاجة. يعني اول امبارح مسكت لنا بيضة كده بكل اريحية تك في الارض، فهي في مرحلة صعبة قوي، وحقيقة مش عارفة اتعامل معاها. يعني انا مش فاكره انا مريت بالمرحله دي اصلا مع فهد، بس بجد مش عارفه اتعامل معاها خالص. مش قادره ارسم حواجبي وكده، فممكن اصرحهم بس كده مش اكتر. يعني احنا نازلين نتمرمط يا جدعان، خروجه يعني، دي مش خروجه خالص، ده تعسيف. نقعد اعمل جرد وايه اللي البيت محتاجه، وانا اصلا على الله حكايتي، يعني انا فله. يعني خلينا متفقين ان الليب جلاس اللي الشيك لاب نزلوه ده، اللي هو اسمه ليب كير، ده احلى احلى ليب جلاس او موسترايزنج عملوه للشفايف. انا عارفه ان هم عملوا انواع كتير قوي جلاسز، وانواع كتير قوي مرطبه للشفايف، بس ده يعني one of my favorite بجد. يعني بقلله نهار قدامي، قليل قوي اما يبقى فيه برودكت حطه على التسريحه واللي هو لا انا بحبه وعايزه احطه كل يوم. ده انا حرفيا لما بيجي لي برودكت ميك اب من عند شي جلام، وبيبقى مثلا عندي درجات منه، فباخد درجه او اتنين والباقي بوزعه. ده انا شلت الاربع درجات لان حرفيا تحفه. يعني ده من احلى الحاجات اللي شي جلام عملوها. فلو انت حابه تشتري حاجه تعتني بالشفايف اذا مرطب شفايف او ليب جلاس، الايديشن ده رائع. يعني ما بقدرش ما احطوش كل يوم، يعني قدامي على التسريحه. يعني يا رب يبعتوا لي منه تاني. ام دون، ويلا خلينا ننزل ونبدا سحله السوبر ماركت. للاسف نسيت احط سان سكرين قبل ما احط ميك اب، فده المنقذ معايا، اللي هو بتاع كابيكسي سبراي، كلمتكم عنه كتير قوي. هو بس المشكلة كلها في الريحة، بس ده المنقذ بالنسبة لي. نرشه كده على البشرة. مش عارفة ايه اللي جابت كل ده هنا. لبست بنطلون كده لونه كموني، وعليه قميص كده لونه لبني، والطرحة كده فيها كموني ولبني والحاجات دي كلها. وبس في حاجة تاني، بس شنطتي حطيت فيها المحفظة، وحطيت فيها
الليب جلوس عشان وشي بينشف، ومفتاح العربيه لان انا مش عارفه محمد هيروح بعربيته ولا اروح بعربيتي، لان انا عربيتي شنطتها صغيره، انا عربيتي هاتشباك ومحمد عربيته الشنطه كبيره فبتشيل حاجات اكتر، فمش عارفه. بس محمد ساعات كتير قوي مبيبقاش ليه مزاج ان هو يسوق، مش عايز يسوق، فاخلي مفتاح عربيتي واسوق انا عربيته، مش عارفه. حط بندانة تحت الطرحة عشان الطرحة عمالة تتزحلق والموضوع ده بيضايقني، فلبست بندانة كده تبقى ماسكة عشان ما تتزحلقش الطرحة. نازلين بنتسحب من ورا ديال اللي سايباها مع ماما، حرفيا بنتسحب. انا نازلة كده عارفين يا انتوا لما تمشوا كده هي بجد مش طبيعية، انا مش فاهم في ايه بجد، محتاجة تفسير. يعني سن السنتين واربع شهور ده هو ده طبيعي تعلق الاوفر ده؟ مع ان على فكره لما بروح اوديها النيرسري يعني لو خدتها للنيرسري مثلا وطلعتها فوق للاوضه اللي بيفطروا فيها يعني بتتعصب وبتبقى عايزه تنزل على المكان اللي بيقعدوا فيه، يعني بتبقى متحمسه انها تروح الحضانه، بس في البيت بتبقى لازقه فيا لازقه مش طبيعيه. فمش فاهمه ليه ده بيحصل، يعني دوسي يا حبي على زينو وبس. يلا خلينا ننزل نروح مشوار السوبر ماركت. محمد هنروح سوبر ماركت على طول ولا هنعدي على بتاع المنظفات الاول؟ هنروح هنعدي عليه هو الاول، نخلص الحاجه اللي عنده وبعد كده نطلع على السوبر ماركت. عايز اشرب قهوه؟ شربتش؟ على بالنا قهوه يلا تعالى اعزمك على قهوه بس كده. انت تقبر يا باشمهندس، امال هنجيبها منين يعني؟ ده الاوبشن الوحيد قدامنا. استنوا اوريكم الاوتفيت، استنى يا محمد اوريهم الاوتفيت. ده شكل الاوتفيت كده، ولبست الشنطه دي، بس المفروض تتلبس على الناحيه دي، بس انا لبستها على الناحيه دي كده عشان تبقى لايقه مع البنطلون. دماغ فاضيه والله. فبس كده يلا بينا. يلا بينا، وكالعاده بعربيتي برضه. محمد قال لي نطلع بعربيتك بحجه ان هي اسهل واسرع واريح، الكلام ده كله يعني. بقيتش تحب تسوق ليه يا محمد؟ عربيتك اسهل بس شو. اسهل في ايه؟ خفيفه كده يعني هوب يلا. طب ما عربيتك برضو نفس الحاجه. ماشي انا عربيتك اسهل. خلينا متفقين ان من ساعه ما انا جبت العربيه انت بقيت ما بتسوقش كتير زي الاول، وبقيت معتمد على عربيتي اكتر. اه صح؟ اه طبعا. اه طبعا. طب ليه؟ اسهل يعني. ده المبرر اللي بيحاول يقنعني بيه، بس مش مقتنعة الصراحة. بس anyways يلا خلينا نروح على المحل بتاع المنظفات. طبعا احنا سايبين ديدي وفهد مع ماما، فهد مفيش منه قلق، الحوار كله في ديدي. ديدي اما بتهب منها، وهي اليومين دول هبة جامد قوي يعني، الموضوع صعب جدا يعني. فهات اوكي خلاص السيجارة، بس نقفل الشباك. الجو حر قوي اليومين دول، مع ان من 3 ايام فاتوا كان الجو حلو جدا، بس مش فاهمين فيه ايه بجد. امبارح بيقولوا درجة الحرارة كانت 40، وفعليا كنت حاساها بقى، يعني كلمة 40 دي احنا كنا حاسينها حرفيا. بس يلا خلينا نروح نجيب المنظفات. اول حاجة عايزين فويل، ممكن ناخد ده، وعايزين ستريتش ناخد ده، ومناديل، عايزة مقشة ناعمة، ومعطر ناخد ده، هياخد ده للأرضيات، وهياخد ملمع الخشب ده، وهياخد ده للإزاز، هياخد الهاربك والسلك ده بتاع المواعين. عندنا كمان المنشر ده عشان بتاعي مكسر على الآخر، بقى بتاع البوتاجاز. عايزة واحد تاني. البنت اللي عند المحل بتاع المنظفات زي العسل. زي صوت فاكراني بقى ايه من الفلوجرز اللي بيشتروا مشتريات البيت والكلام ده كله. لا لا ده انا بصور يومي بس، لكن مش بقول طلبات البيت والاسعار والحاجات دي كلها. هي بنوته شغاله في المحل، والراجل والله اللي هي شغاله معاه برده لطيف جدا. خليني اصور لكم المحل عشان لو حد ساكن قريب من المعرب وكده يجي يجيب منه، حاجتهم ارخص بكتير من اي مكان بره، عندهم كل حاجه. محل صغير كده بس ما شاء الله عندهم كل حاجه. استنى اوريه لكم. محل اسمه اسواق البسيوني، ده اسمه كده. بس كده حبايبي، بعد محمد يجيب لنا اي حاجه ساقعه نشربها، لاني انا خلاص مش قادره. طبعا ايه ايدي مطربه بشكل مش طبيعي، خلينا ايه نمسحها. الوايبس في العربيه شيء مهم جدا. كنت عايزه اجيب منشر للغسيل، لان المنشر بتاعي ما شاء الله معايا بقاله قد ايه يا دود. انا بحب اقول لنفسي يا دود على فكره. عشان في الفيديوهات بحس ان انت دي عبيطه، دي بتقعد تدلع في نفسها، بس بجد انا بحب اقول لنفسي يا دود. كنت عايزه اجيب منشر غسيل، منشر عندي بقاله ما شاء الله بتاع سنتين فاتهربت،
فمحتاجه اجيب واحد جديد فجبت ده. يا رب بس يطلع حلو واستحمل. وبس كده حبايبي يلا بينا نطلع بقى على السوبر ماركت. انا اتمرمطت جدا، انا اتمرمطت بجد. السوبر ماركت زحمه قوي قوي، كل الناس نازلين يجيبوا كل حاجه على اخر لحظه، ومش عارفه احنا ليه بنعمل في نفسنا كده. مش عارفه الصراحه يعني كلنا ليه بنعمل في نفسنا الموضوع ده. جبنا خلاص طلبات البيت كلها، لان انا ومحمد ما بننزلش كتير يعني، ما بنحبش كل شويه نروح سوبر ماركت، فبنجيب كل حاجه عشان ما ننزلش فتره طويله يعني. فمش قادره اقول لكم بقى ايه يعني، كان ضرب جوه. فايتس اوكي خلاص، ناقص لنا بس كام حاجه كده هنلقطهم في الطريق وبعد كده هنروح. طبعا عرفت من مامه ولد اتعرفت عليها في المدرسه ما كنت في الاورينتيشن، ان المدرسه اصلا بعتت لهم وراحوا سلموا السبلايز وانا في ميه البطيخ. ليه بقى؟ لان انا اديتهم رقم والبنت اللي على الريسبشن كتبته غلط، فبقوا بيبعتوا الرسائل لحد تاني خالص غيري، عارفين كده. وما كنتش اعرف مواعيد ولا اي حاجه. فالمهم اتواصلت مع البنت بقى على الواتساب وكده، وقالت لي بكره الميعاد يكون قدام الجيت بتاعه المدرسه الساعه 7:30 الصبح، يعني يكون جوه المدرسه، والسبلايز اخدها معايا بقى، وهروح لهم على الساعه 9 اسلمه السبلايز بتاعته، لان انا اديتهم رقم وعدلته، وللاسف للاسف ما حدش عمل حاجه، عمالين يبعتوا رسائل لحد تاني اصلا. فايت اوكي يلا خلونا نروح او نشوف اخر مشوار رايحينه، لان عايزين نروح الراجل بتاع النضارات عشان دي كسرت نضاره محمد يعني. الله يبارك لها، كسرت نضارته ومحتاجين نصلحها. انت جايبها معاك صح؟ فيلا. محمد كاتم في قلبه ساكت حرفيا، لان هي يعني كسرتها له بغل، راحت ماسكاها له كده، راحت عاملاها له كده، اديتها له نصين. حسيت بايه ساعتها؟ ولا حاجه. حسيت بايه يعني؟ احس بايه يعني؟ بس كنت متغاظ انت على فكره. لحد دلوقتي متغاظ. دي المره الثانيه او الثالثه ان ديالا تكسر له النضاره بتاعته، ومحمد ما بيشوفش كويس من غير النضاره يعني. النضاره شيء مهم. ماشي بتشوف بس ما تعرفش تسوق من غيرها، ما تعرفش تشتغل من غيرها. لكن بالليل ما تشوفش كده بس. ف والله فكره حلوه، فكرتني. محمد عايز يعمل عمليه ليزك، تمام؟ فاللي عمل ليزك او يعرف حد عمل ليزك والموضوع كان لطيف معاه، يرشح لنا اماكن، عشان محمد خلاص هو كاره النضاره ومش طايق النضاره، وعايز يعمل ليزك يعني في اقرب وقت. فاللي عنده حد عملها والنتيجه كانت تمام يقول لنا بقى على اسامي اماكن بتعمل ليزك حلو، تكون في اطار القاهره الكبرى، عشان ما مش عايزين نبعد بعيد، تكون في القاهره مثلا، تجمع بقى معادي يعني، في الاريا دي. فاللي يعرف حد يقول لنا تحت في التعليقات. يخرب بيت شياكتي، لابسه هدوم ملهاش اي علاقه ببعض. المهم خلوني اشيل الميك اب، مش طايقه الميك اب على وشي من ساعه ما جيت، وديدي عماله تزن زن هستيري، مش عارفه مالها في ايه الصراحه. وماما كانت معايا طبعا وروحت، لان هي عندها شغل بكره. انيويز عدينا واحنا راجعين عند بتاع النضارات، وعشان محمد يصلح النضاره اللي ديالا كسرتها، فمحمد غير النضاره بتاعته كلها يعني، جاب بقى حاجات فريمز جديده ومش عارفه ايه، والراجل بيعملها له. وانا بقى ما قدرتش، لقيت عند الراجل شويه نضارات شمس تحفه، هوريهم لكم دلوقتي. بس هما في الشنطه دي اوكي، حل كده عندنا في المعادي، بس اسعاره لطيفه يعني، نفس اسعار المحلات بتاعت او الستورز الموجودين على الانستجرام، بالعكس حاساه ارخص كمان يعني. طبعا النضارات دي مش براند ولا اي حاجه، بس شكلهم عجبني جدا. عايزه اخف اللود على النضاره دي. النضاره دي اكتر نضاره انا بلبسها وبخرج بيها، وبحس قد ايه شكلها كيوت عليا وحلو قوي، ومفيش حد بيشوفها الا ما بتعجبه جدا. فمن كتر ما انا بحبها انا خايفه انها تبوظ، فعايزه اخف اللود من عليها شويه. عندي نضارات تانية كتير، بس اقول لكم على حاجه، انا عندي عيب منيل بستيني، حاسه ان انا رغيت كتير قوي بصراحه. انتوا وحشيني في موضوع الرغي ده. انا من النوع اللي اما البس نضاره واشوف كذا حد كتير لابسها ما بلبسهاش تاني، والله مهما كنت بحبها ما بلبسهاش تاني، بلاقيها منتشر قوي. ففي كام نضاره عندي منتشرين بطريقه مش طبيعيه، فقلت لا مش هلبسهم تاني يعني. اوكي تعالوا اوريكم النضارات وتقولوا لي ايه اكتر واحده عجبتكم. الصراحه الثلاثه عاجبني جدا يعني، ما فيش كلام يعني، فيش وجه مقارنه ما بينهم، هما مختلفين وعجبوني قوي. بصوا اول حاجه الدراع بتاعها ناشف، شايفين مش ناعم كده يعني، بصوا شايفين تفتح لوحدها. انا عارفه ان ده من المسمار، بس دي حاجه بتعني لي قوي. بصوا دي تقيله شويه. بصوا النضاره معمول عليها من هنا، مش عارفه تشوفها ولا لا، معمول عليها ال في، وهي شويه كده عامله زي العلامه بتاعه جلد ايه ده جلد نمر ده ولا ايه. المهم يعني عليها ال في من هنا، وعليها الورده بتاعه ال في من هنا. يعني مش عارفه شكلي هيبقى حلو وانا بقيسها على البتاع دي ولا لا، بس حساها
كيوت قوي طبعا مع ميك اب ولبسه كده موضوع مختلف. انا باذن لكم على البيجامه بس شكلها كيوت قوي. ده شكلها كده. هي من هنا كده مش جولد, هي شويه روز جولد, والدراع بتاعها سوبر سامبل مفهوش اي حاجه مفتكسه يعني اوكي, ومعمول عليه هنا مكتوب برادا. وده شكلها كده. بس اما حطيتها عليا حبيتها موت, حسيتها تحفه. انا جولد, انا بموت في الجولد يا جماعه. انا احب البس جولد, كل حاجه جولد. انا الجولد بالنسبه لي بيديني كده بحس فخامه مش عارفه ليه, بس انا لازم تاتش الجولد يكون في كل حاجه. فبصوا شكلها تحفه. هي نفس البرنت بتاعت اول واحده يعني اللون بتاعها, بس بصوا من الجنب. هي مش عارفه هيبان لكم التفصيل ولا لا, هي برضو ال في, بس الحته الذهبي اللي موجوده دي شبه الشنط بتاعت ال في بتوع السفر الايجز بتاعتهم. ده شكلها كده. انا بحب الستايل ده قوي. ده بقى يعني بحسه فخم موت. بحب النظارات الكبيره بس مش اي نظاره كبيره. زي ما انتم شايفين هنا العلامه بتاعت ال في, وزي مكان الشنطه. وبصوا بقى الاطار ده, مش عارفه انتوا هتبقوا شايفينه اصلا ولا لا, اصل الكاميرا بتاعت الفلوجز مش بتفوكس يعني, يا دوبك بتجيب الاشخاص مش بتجيب الديتيلز. ففي هنا هنت كده جولد برضو حبيتها موت. واكتر حاجه عجباني فيهم ان هنا مفيش السندات دي, لا هي البتاع البلاستيك منها فيها, فحبيتها موت. حسن رغيت قوي في البارت ده يعني, حاسه طول قوي, حاسه صدعته. فاخدوا بريك مني وتعالوا كمان شويه نكون بنعمل اي حاجه تانية. خلينا يلا نحضر اللي فيها حاجه المدرسه. ودي الشنطه بتاعه المدرسه بتاعته, بتالي انتوا عارفينها, انتوا شفتوها اما اشتريناها. وحطيت له فيها البنسل كيس بتاعته. بعد كده الشوز وشرب جديد, واليونيفورم بتاع المدرسه الجديده, ده الشورت وده التيشيرت. خلاص انا في اخر اليوم, الساعه دلوقتي 10 تقريبا, وخلاص ابتديت اسقط. وكويس ان انا بسقط بدري النهارده عشان انام بدري, وهنصحى ان شاء الله ان اراد ربنا من 6 الصبح. فلازم اكون فايقه لان بكره هناخد معانا ديدي, لان هنروح نوصل فهد انا ومحمد, فمش هينفع نسيب ديدي لوحدها في الشقه, فهناخدها معانا. ففكره ان ديدي تصحى معانا من 6 الصبح ده حوار كبير جدا يعني. فبس خلاص انا هخش انام دلوقتي, واشوفكم بكره الصبح ان شاء الله واحنا بنجهز فهد للمدرسه. يا صباح الفل. صحيه قبل ميعادي بكتير جدا يعني, المفروض انا ظابطه المنبهه الساعه 6, انا صاحيه الساعه 5:30. قمت بقى غسلت وشي وهعمل مايكرو سكين كير. اما بيبقى وراي حاجه ما بلاقي سبحان الله دماغي ظابطه نفسها على الميعاد يعني, مش محتاجه منبه يصحيني. بس برضو مش هعتمد على دماغي اعتماد كلي, لازم بكون عامله منبه يعني. بس لقيت نفسي الساعه 5:30 صحيت لوحدي يعني. فقمت بقى غسلت وشي وتوضيت وصليت ولبست عشان اقوم احارب مع العيال بقى. عايزه بس احط ميك اب خفيف كده تنت بتاعي بقى, اول يوم دراسه بقى والكلام ده كله. واخش اعمل لها اللبن, لان هي اول ما هتصحى هتفضحنا على موضوع اللبن. شويه تنت حبايبي ام دون. وللاسف حطيت السيروم وبعد كده حطيت التنت ونسيت احط مرطب ونسيت احط سان سكرين. انتوا متخيلين قد ايه انا مش موجوده, انا مش فايقه. فخلاص قشطه مش مهم, نرجع نبقى نعمل الكلام ده كله. بس اتس اوكي. غسلت وشك كويس؟ مش باين عليا يعني. ماشي, حط بس لاختك اللبن. بس انا مش عارفه اني صحيت بدري قوي. صحيت بدري قوي. طب ما انت عملت لي نفس الجمله هي هي. انا مش عارفه اني صحيت بدري قوي, مش عارفه اني صحيت بدري قوي, مش عارفه. انا مش عارفه اني صحيت بدري قوي. بردان عادي, بنصحى من النوم بنبقى بردانين كده شويه, بس بعد كده بنبقى اوكي. عملنا جديدي اللبن بتاعها. وفهد بيحب يفطر الجرانولا بلبن, ف حط له جرانولا وعليها لبن. شوف اللبن كده سخن ولا لا. سخن. يلا تعالى اقعد هنا بره على الترابيزه. يلا اتفضل يا فندم. يلا ايه
يلا تيتي تيتي مش عايز تصحي فات يا تيتي اصحي بس 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 حرام عليك حرام عليك يا روحي ليه فادك يلا يلا take a mic mic اوكي هي دي الخروجات اللي تفرح القلب صح شكلكوا حلوة قوي وانتوا نازلين بدري قوي كده نزلنا فهود رايح اهو هدى ما ورناهمش اليونيفورم بتاع المدرسة الجديدة عليك لا اصبر اما ننزل ابقى اصوره اصورك وشوفه ودي الاستاذة ديدي سي هاي بتقول هاي والله ويا نوصل فاودي الاول وبعد كده عشان هو مرتبطين بميعاد مدرسه وبعد كده نودي ديالا واتفقت انا وحماده ان احنا ده يبقى السيستم بقى نقوم نوديهم الاثنين الصبح عشان نروق مع ان دي كده هنبقى بنوديها بدري قوي بس اتس اوكي هو اصلا ميعاد الحضانه بتاعتها من الساعه 8 فيا دوبك على ما نوصل فهد ونرجع الساعه تكون 8 وبس كده يلا ادينا داخلين خلاص على المدرسه المدرسه قريبه جدا من البيت ايه الحلاوه دي ايه الحلاوه دي مش طبيعيه نكدت علينا نكد مش بتعيط من المدرسه لغايه النرس عايزه تخش مع فهد المدرسه طب يا بنتي اصبري السنه الجايه عيط 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 ايه ده ايه ده المفروض اصلا بقى ان انا دلوقتي هرجع تاني مدرسه الساعه كام هرجع الساعه دلوقتي 8 هروح راجع تاني المدرسه عشان اسلمهم السبلايز لان للاسف الناس كلها سلمت سبلايز يوم الاربعاء وانا في ميه البطيخ اصلا ما سلمتش حاجه بس هم حاطين رقمي عندهم غلط فعايزه اروح بقى للاداره اشوف موضوع الرقم ده ونسلمهم بقى السبلايز وكده يا رب يا رب يا رب المدرسه دي يكون وشها خير عليك يا فهوده وتبقى مرتاح فيها ونفسيتك احسن لان انا فارق لي قوي موضوع نفسيته هو نفسيته ما كانتش احسن حاجه في المدرسه اللي فاتت ونفسيتي انا كمان الصراحه مش هكدب عليكم نفسيتي انا كمان كانت من ابشع الحاجات في المدرسه كنت في ستريس مش طبيعي فما كنتش حابه الاستريس ده ولا انا ولا هو فيا رب ينبسط في المدرسه الجديده دي ويكون جوها لطيف عليه بس صراحة بفكر يعني عارفة انا ومحمد نفطر الاول في موكا وبعد كده اروح المدرسة يكون بقى الزحمة اللي عند المدرسة دي خفت وخلصت الصراحة ونرجع بقى نشوف حالنا وحياتنا البيت زريبة زريبة عايشة مع شوية غجر في البيت انا والحموقة نفطر على عربية فول انا عمري ما عملتها بس هو بيقول لي ان هي حاجة لطيفة يعني فيلا خلينا نروح نفطر على عربية فول تعزتك على عبيد فول حلوة جدا انا قاعدين في الشارع والله انا بقالي كتير جدا نفسي برضه اكل على عبيد فول انت فاكر عارف من امتى من ساعة ما مرة رحنا مكان عربية فول فاكر في المقطم لا كان في مصر الجديدة بس في مصر الجديدة ما كانت ماما معانا كان في الشتاء وانا قاعدين تقريبا في الصحراء بتحب انت الجو ده كنت بتعمله زمان كتيرة يعني حلو تبقى ريحة الفول اصلا رهيبة ده الفطار كده ترابيزة مش متزنة لا مش في حالك دي اصلا الرجل بتاعتها مكسورة والرجل سندها لنا بطوبة الفول فظيع فطرنا حاسه ان انا متنحه بصوا انا عندي مشاكل مش طبيعيه مع الفول الصبح بحس ان انا بفهمش من بعد ما باكل فول خدتهم حاسه مش شايفه قدامي لا حلو الفول حلو حلو بس انا مشكلتي والله الفول والطعميه فاهم بيجيبوني ارض كده فجاه يروحوا هنفوق دلوقتي ما تلاقيش شيء عايزه قهوه
خلاص هنشوف دنيتهم ايه. نروح بس المدرسة نديهم السبلايز بتاعت فهد. لا هو اهم من السبلايز الرقم بتاع والاي دي ومش الاي دي والحاجات دي بقى. الله خير انت يعني زنقني زن اريخ معه. مع انه يعني بحر مش عارف الصراحة. لا تيجي عيب يا ولد. هلو حبايبي. طبعا انتوا تايهين مني دلوقتي. لا ثواني بس اوضح لكم الامور. امبارح كان اول يوم دراسة انا بس من بعد ما اكلت الفول انا مش فاهمة ايه اللي حصل. رجعت متنحة ومش فاهمة ومش شايفة اي حاجة وقعدت انتخت على الكنبة وما عملتش اي حاجة في يومي. يدوبك قمنا بس حضرنا الغدا وقعدت مع العيال وبس كده عارفين يعني. بجد اليوم ما كانش فيه اي تفاصيل امبارح. النهاردة اليوم اللي بعده بقى قمت بقى وديتهم المدرسة بقى وصورت اشتغلت وقلت اوبس يا نهار اسود ده انا كنت بصور لهم فلوج ايه الاستعباط اللي انا فيه ده. فمعلش سامحوني سامحوني انا سقطت. هنكمل النهارده هنعتبر ان احنا لسه راجعين من المدرسه. كنت قاعده بصور الهدوم اللي انا جبتها من ديفاكتو. جبت البلوزه دي من ديفاكتو هي لونها احمر وانا عارفه ان مش كل الناس عندها الجرأه انها تلبس لون احمر بس عجبتني موت وهي بتتربط كده من هنا وطويله صراحه شكلها كيوت قوي. بس حصل مشكله لو تفتكروا انا قلت لكم انا جايبه اوردر من ديفاكتو وهصور لكم واوريكم الحاجه ومش عارفه ايه. فانا بصور ريل الفيديو بتاع ديفاكتو كل مقيس بنطلون يطلع ضيق. قلت لا انا لا يمكن اكون تخنت لا في حاجه غلط. رحت جايبه البنطلون القديم بتاعي من ديفاكتو برده اللي مقاسه برده 40 ولبسته لقيته بالظبط مقاسي بالعكس واسع. ففي حاجه في المقاس تقريبا ده ستايل بقى بتاع ناس ارفع ففي حاجه غلط. فانا هاخد الهدوم دلوقتي واطلع على ديفاكتو اللي في سيتي سنتر المعادي واخليهم يغيروا لي القطعه دي بقطع مقاسها اكبر. بس يا رب ما يكونوش سولد اوت عشان دي هتبقى كارثه كبيره جدا يعني. فيلا انا المفروض ان انا كنت حاطه ميك اب والله انا مش يعني مش عايزه انزل بالميك اب ده الشارع الصراحه يعني نازله فول ميك اب في عز النهار بس يعني ضروري عايزين ننجز. فهنزل دلوقتي اروح اغيرهم من ديفاكتو وتعالوا معايا. يلا على ديفاكتو عشان نروح نغير الجينز. لو اخروني شويه لان الساعه دلوقتي كام؟ الساعه دي عايزه احط لها حجر. الساعه دلوقتي 12 فهد ناقص ساعتين وربع على خروجه فان كيس طولنا ولا حاجه لاني عايزه اروح اجيب شويه حاجات كمان للبيت. عايزين ناكل حواوشي النهارده فعايزه اروح اجيب عيش عشان الحواوشي. فان كيس اتاخرت عند ديفاكتو والحاجات اللي بجيبها انا اللي هروح اجيب فهد. ما اتاخرتش وخلصت بدري محمد اللي هيروح يجيب فهد وبس كده. يلا بينا. انا اكيد واخدين بالكم ان انا شلت الميك اب. ما قدرتش انزل بالميك اب ما قدرتش. هخش على الناس بالرموش في المول يقولوا ايه طيب لو جايه منين دي على الصبح. فلا لا شلته الصراحه ما مش قادره يعني. والجو مش مساعد يعني الجو مش مساعد خالص ان حد ينزل بميك اب اساسا يعني. للاسف جيت لقيت كل اللي انا منقياهم سولد اوت. مفيش المقاس بتاعي او المقاس الاكبر فهضطر اخد حاجات تانيه. احلى الحاجات اللي في ديفاكتو حته ان انا لو طلبت اونلاين والحاجه ما جاتش مقاسي اقدر اجي ارجعها في الستور. الصراحه من احلى الحاجات. حصل سيتويشن كده عايزه اتكلم معاكم فيها على ما محمد ينزل عشان نروح نجيب فهد. وانا جايه بالعربيه في مكان كده بيبقى موجود فيه زي عمال قاعدين على الرصيف وفي ناس رايحه جايه معديه وكده. المهم معديه بنتين صحاب ماشيين جنب بعض لابسين كويس جدا. بنت لابسه بنطلون جينز وعليه بلوزه مغطيه وكل حاجه بس عشان حضرتك قاعد تحت فحضرتك شايف رجليها من تحت. فا اتس اوكي انا ما انا عارفه ان هو والله عقليته على قده ويعني يعني مش عارفه اوصفها ازاي بس يعني بني ادم فكره في كعب رجله يعني تمام. فهي البنت ماشيه هي وصاحبتها ماشيين كويس جدا وبيتكلموا بالراحه ومش مسمع لهم صوت وعادي. كل ده انا شفته في اقل من 4-5 ثواني. هو قاعد وجنبيه راجل عينيه ماشيه مع البنطلون بتاعها عينيه ماشيه مع البنطلون بتاعها وفرح بصوا عامل كده. هو اللي نازل بعينيه عمل كده وبعد كده فرح عامل ازاي فرح تفف قال ايه قرفان يعني من لبسها. عارفين كده قد ايه هو انسان رخيص ومعفن بجد والله. مين جه من المدرسه؟ انا. عامل ايه؟ الحمد لله. اخبار المدرسه الجديده ايه؟ حلوه بس بيئي كان صغير قوي. البيئي كان صغير كان قد ايه؟ 30 مينت. طب انا مورد يا فندم انتوا كده كده ما بتاخدوش حاجه اليومين دول يعني. اوكي. يعني مبسوط فيها؟ ايوه. مبسوط في المدرسه دي ولا المدرسه الاولانيه؟ المدرسه دي. انت بتتكلم كده ليه؟ عشان
اوكي خلاص فهد بيبي. عشان انت جينك لايكس. عشان انت كده يجي لي لايكس. طب وانت شايف كده يعني؟ ايوه. ماشي اتكلم كده تاني. عشان انت جينك لايكس. دخلة مخصوص عشان اقفل الفلوج ده. الفلوج ده انا مش عارفة اقفله. يعني كل يوم اوصل لنفس المرحله دي اللي هو بعد الغدا واتغدى وانتغ وانسى ان انا بصور فلوج. انا افتكرت دلوقتي وانا بطبق الغسيل. انتوا متخيلين يا جماعه؟ فبجد لازم الفلوج ده يتقفل يا اما يفضل مكمل معانا 3 سنين قدام. حقيقي مفيش حاجه تانية تتعمل النهارده. انا رحت جبت ديدي من الحضانه وجبنا فهد واتغدينا ومش قادره اقول لكم انا تعبانه دلوقتي ازاي. ليه بقى؟ ليه التفاصة وحشة؟ الانسان لما بيكون طفص بتبقى حاجة وحشة قوي. خليني اللي بالكاميرا واقعد لان بجد مش قادرة اقف. ليه بقى يا ست الكل التفاصة وحشة؟ اقول لكم في ناس كتير ممكن تكون مش عارفة بس حقيقي محمد اما بيقرر يخش المطبخ ويعمل لنا اكل بيعمل اكل حلو قوي قوي. عارفين؟ لا ثواني قوي. يعني انا بالنسبه لمحمد انا بجد ما اعرفش حاجه عن المطبخ. يعني محمد شاطر جدا بس ما بيكون لي مزاج. وقت ما يكون لي مزاج كده بيخش المطبخ. مش قادره اقول لكم طبعا المس اللي بتتعمل في المطبخ اما هو بيدخل بس بيطلع اكل حلو قوي. المهم النهارده قال لي ايه رايك اعمل لكم حواوشي. قلت له ولد حبيبي اعمل لنا حواوشي. عمل لنا النهارده حواوشي وقلت له يعني انا نفسي اكل بتنجان مخلل يا محمد. محمد بيعمل اجمد بتنجان مخلل على الكوكب. بصوا انا مهما كلته في اي مكان في الدنيا مش زي البتنجان اللي هو بيعمله. بجد بيعمله حلو قوي وبحس ان هو سوسه شويه مش بيدي لحد وصفات الاكل بتاعته. يعني مثلا اقول محمد تعمل ازاي يقول لي حط كذا وكذا وكذا بس هو بيقول لي على المقادير بس انتوا لو عملتوها مش هيطلع زي اكله خالص. فحاسه ان ده حته سوسه كده ما بيحبش يقول لحد على التريكات بتاعته. بس حقيقي انا شايفه ان هو لو عمل مشروع هيبقى احسن مشروع ممكن يعمله في حياته هو ان يعمل بجد مطعم ويطبخ فيه بايديه بيعمل اكل رائع. يعني اللهم بارك شاطر جدا. المهم النهارده زي ما قلت لكم عمل لنا حواوشي وقرر يعمل البتنجان. بصوا انا عندي مشاكل في القولون مع التوم وكده وبيبهدلني التوم بيبهدلني مش عارفه حاسه الكاميرا نازله لتحت كده. المهم التوم من الحاجات اللي بجد بجد بتمرمطني. انا بقى نسيت وكلت فاهمين فحاسه ان قولوني قاتلني. حاسه اني تعبانه وحاسه ان كان في حاجه وقفالي كده في بيت معدتي من فوق. حاسه مش قادره ومسقطه بقى وعايزه انام. كلت الحواوشي وضربت لي البتنجان وده منظري دي بقى عشان كده بقول لكم التفاصه وحشه. انا اتفصت في البتنجان بس بجد هو بيعمله حلو او بيعمله كل فين وفين يعني كل فترات بعيده. فاما عمله النهارده انا افتريت. فانا دلوقتي مش شايفه قدامي يا دوبك طبقت الغسيل ومش شايفه ملامحهم. انا حقيقه عايزه انام بس وانا بطبق الغسيل افتكرت ان في فلوج مفتوح وانا ما قفلتوش معاكم. طب هيتقفل امتى؟ انا جراكم معايا بقالكم 3 ايام. طب وبعدين يا جماعه؟ فاخيرا دخلت اقفل الفلوج معاكم. هنقفل الفلوج ده لغايه كده النهارده واستنوني ان شاء الله في فلوج جاي وان شاء الله يكون قريب. واتمنى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا كده في القناه وتخليكم حلوين وشطورين عشان انتوا بتحمسوني ان انا اصور لكم فلوجات تانية. اما بلاقيكم متحمسين بصور تاني اما بلاقيكم داون كده وانا كمان بنزل معاكم. تمام تقالي فترة دي انا مدلعاكم فلوجات. طبعا انا هقفل لان ابتديت اسقط ومش شايفه حد دلوقتي واشوفكم الفلوج الجاي ان شاء الله. باي باي.